معايا الدكتور خالد فهمي وزير البيئة. سيد الوزير مساء الخير يا فندم، هل بالفعل تم نقل هذا الشجر إلى مكان آخر داخل الحديقة ولا الشجر ده اتقطع؟ طب خلينا بس الأول حضرتك، مساء الخير الأول طبعا. مساء النور يا فندم. خلينا بس نقول ان ما حصلش اي موافقه بيئيه على هذا المشروع. ده اول حاجه، لم يحصل هذا المشروع على موافقه بيئيه. وهو مخالف بكده لقانون البيئه ماده 19. كويس. وهنمشي في هذه الاجراءات القانونيه. كويس. ثم هنخش بقى في الشق الثاني، ما هي الاضرار التي حدثت؟ وهل دي اضرار يمكن تعويضها؟ اللي مش ممكن تعويضها، وايه السبب في كده؟ واضح زي ما قال السيد رئيس الشركه ان احنا عندنا مشروع مكون من مكونين كبار، مكون بيقوم به المستثمر وهو الخاص بالبحيره القديمه وتحتيه جراج، وده تم الانتهاء منه وما كانش فيه مشاكل كبيره فيه، وحكايه الجراج الجديد اللي هو ال 120 عربيه اللي موجود في طرف الحديقه، وده هيضطر ان هو يعمل مسار طويل تحت الارض، وبالتالي هيبقى فيه نقل الاشجار وتحريك للغطاء النباتي. هل ده تم طبقا للاصول؟ كويس. ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وفي لجنه من الزراعه وفي لجنه من بنستدعي فيها الناس بتوع اشجار المعادي، جمعيه اهليه، عشان بس ما تكونش الحكايه حكومه في حكومه يعني. يبقى في معانا برضو جهات متخصصة تقول لنا الكلام ده تم بشكل جائر أو مش بشكل جائر، وما هو الآثار وما هي إمكانيات التعويض. هل لمعلومات حضرتك كان في حد متخصص بينقل هذا الشجر من مكان لمكان؟ أنا النهاردة فندم قابلت، أنا زرت الموقع يوم الجمعة اللي فات. كويس. وقفنا الأعمال، والنهاردة أول مرة يجي لي المستشارين بتاع الشركة. كان في أستاذ موجود قال ان انا الاستشاري اللي متخصص على الكلام ده من الناحيه الزراعيه، وان هو عنده شركه. احنا بما ان ما تقدم لناش دراسات خالص، طلبنا النهارده كل الدراسات تيجي لنا وكل الترخيص تيجي لنا. مفيش ترخيص بيئي. مفيش ترخيص بيئي، وهو الدكتور حتى يعني السيد رئيس مجلس اداره الشركه قالها، قال في كده بس حاجه ناقصه صغيره. حاجه بسيطه بس، موضوع البيئه ده انت عارف حاجه بسيطه. طيب. يعني ده ايه يا جماعه، دول كام شجره عشان نبني الجراج ونطور المدينه؟ ايوه. فطبعا في مخالفات قانونيه في الحته دي، وزي ما بقول يعني ده سكه، والنهارده وضحنا كده في الاجتماع سكه المخالفات القانونيه اللي حصلت دي سكه، اما سكه الحل ونحل الحل بقى دلوقتي. الشجر النادر اللي اتقطع ده دلوقتي حضرتك يعني خبراء عند حضرتك بيقولوا ايه؟ يعني بيقولوا ان هو يمكن اعاده زراعته ولا ده مات ولا جرى له ايه؟ خلينا مدام لميس بعد اذن حضرتك، اول حاجه انا احنا عايزين نتاكد هل ده شجر نادر ولا مش نادر، واني العدد اللي نادر. احنا عندنا حصر بالشجر قبل كده الشركه كانت عاملاه، وممكن نستدل عليه بالصور اللي موجوده قبل كده، وبالتالي نقدر نعرف الاشجار دي نوعها ايه. الاشجار اللي مقطوعه او اللي تم تقليمها بشكل جائر. كويس. دي في خبراء بيجوا يعني في اشجار تم تقليمها بشكل جائر. هو في طبعا تم تقريبها بشكل جائر. قد ايه؟ هل في حصر بعددها يا سياده الوزير؟ احنا يعني الحصر التقريبي مش كتير قوي، احنا بنتكلم على حوالي 10 15 شجره. المهم اساسا مش بالتقليم الجائر، المهم هل هي مورقه يعني حتى سوريا، يعني هل هي هتزدهر تاني ولا ودي حتى متخصصين، وانا مش عايز اقول رايي لان انا مش متخصص، ومش عايز بس خبراء الجهاز اللي يقولوا، انا عايز خبراء يكون فيها جهات اهليه. كويس. بحيث ان انا نقدر نوصل لقرار يتمتع بالمصداقيه. الجزء الاخر اللي حصل، وده مشكله كبيره جدا في الاداره الحكوميه عندنا، وهو عدم الشفافيه. بالظبط. كويس. عدم الشفافيه هو اللي جايب لنا الكلام ده. كويس. ليه ما نقولش للناس؟ وليه ما نقعدش مع الناس؟ وليه ما نعلنش الكلام ده؟ وليه ما نقولش احنا بنستهدف؟ وليه ما نقولش تعالوا شوفوا المرحله الاولى حصل ايه؟ وليه ما نقولش احنا هننقل الشجره من هنا لهنا؟ وليه ما نقولش لان احنا عاملين عامله يا سياده الوزير، احنا مش واخدين الموافقه البيئيه. فاحنا عاملين عامله وعارفين. يعني انا اعتقد ان لو كنا قدرنا هذه المشكله بشكل اخر، كويس، في ان انا بعلن للناس وبعملها مراحل. كويس. يعني في مشروعات بتبقى بيئيا حساسه.
بتبني الثقه مع الناس الاول، بتبدا بالجزء الناجح وتوري للناس، وبعدين تخش على المرحله الثانيه. طيب. تقوم الناس يحسوا ان هم معاك. طبعا. لا هو في العالم كله كان بيحكي لنا هاني عازر ان هو لما كان عايز يبني اعتقد حاجه طاقه شمسيه او معمل طاقه شمسيه او محطه طاقه شمسيه، كان عشان يحرك شجره كان فيها حشره كان عنده مشكله ورفعت عليه قضايا، ده في العالم الذي يحترم النبات واحترم الحياه، لكن احنا بنحترم الجراج اكتر من نحترم الحياه والبيئه بالنسبه لنا تصريحاتها ثانويه. طيب بص المثال، بص حكايه الجراج دي كويس، المرور قال يا جماعه انا عندي كود مصري حد للارض المسطحه دي، دي منطقه مسطحه قد كده ما يتعمل ساحه كبيره جدا فيها العربيات، محتاجه الى قد المكان لقد العدد، لا قال جراج ولا ما قالش جراج، فتم اقتراح الجراج اللي تحت الارض عشان يبقى فيه فلوس. انا من رايي ضروري ان احنا نشوف ما هي البدائل الاخرى كويس، ثم اذا وصلنا للجراج يبقى طب ما هي الضوابط وما هي الاشتراطات. طيب كويس، يعني العمليه عايزه بس يعني تدرس بعقلانيه، وانا النهارده مبسوط جدا لان كل الاخوه اللي كانوا مجتمعين على الترابيزه النقاش كان عقلاني، كان على مستوى لا، وانا سعيده بالمجتمع الواعي، لان المجتمع الواعي لن يقبل لا للحكومه ولا للوزاره ولا عفوا ولا لشركه مصر الجديده ولا للحي ولا للمحافظ ولا لاي حد انه يتعدى على الشجر. طبعا. بصراحه انا محترم جدا المجتمع، بشكرك سيد وزير البيئه.